الله معكم اخوتي، سلام ربي يصوب قلوبكم. بعدنا مكملين من صوت من العالم الاخر، والحلقه رقم 51. رساله كثير مهمه بهيدا الفيديو بتقلا، خصوصا شوفوا هذه الرساله امتين اجت. اجت وقت اللي تناولت الراهبه قاعده في شيء بالشكر بعد المناوله، لازم كلنا نعمله، بس خاصه الرهبان عندهم اياها بكون بشكل اعمى ومطول اكثر. الشكر من بعد المناولة، من بعد ما تناولت وقاعدة عم تشكر أو راكعة عم تشكر، تحكيها من المطهر وبتقلها إن أقل خيانة من جهتك وأقل نسيان وأقل عدم اكتراث ليسوع تؤثر فيه جدا وتسبب ألم لقلبه الصالح. أقل خيانة من جهتك، شوف شو عم تقلها، أقل نسيان أو عدم اكتراث، إهمال، عدم اهتمام بالرب يسوع، هذا الأمر بيسبب له كتير ألم وجرح للرب يسوع. الأمر المفاجئ أكتر شو بتكملها، بتقلها بتسببي له ألام لما أنت ما تهتمي بالعبادة، لما أنت ما تهتمي بالصلاة، ولما أنت تعمل أي عمل خيانة للرب يسوع بتسبب له ألم أكتر من أي ألم بيعمله عدو الرب. مرعبة هاي الفكرة، بنسبب ألم نحن للرب يسوع. إذا أنا عم بحط حالي محلة كمان لهالرهبة، نحن كمؤمنين مسيحيين أي أمر غلط بنعمله بيزعل الرب يسوع أكثر من أي إهانة بيعملها حي الله ملحد أو حي الله حدا هو عدو له أو الشيطان، لأنه هيدا عارفه عدوه، هيدا عارفه أنه الشيطان، هيدا عارفه عدوه الأبدي. بس نحن عم تجي الخيانة منا أكيد بتكون كتير مؤلمة، نحط حالنا مع محله نحن لما بده عدو يغدرنا أو يخوننا، هيدا عدوي. بس لما صديق أو محب حبيب يخوني قديه بتكون الألام. هيدا اللي عم تحكيه اليوم، مش هناك قالت له ما كتير تسامح نفسك على هالأمور، عيد بنفسك ما تسامحيها، اعتذري، انقهري وتضيق من نفسك لما تعملي هول الأمور حتى تبلشي بالطريق الصح. أنا هون اللي عنده كتاب أنا عم ترجم ترجمة روحية وأعمق من اللي مكتوب شوي، عشان هيك ما تفاجئوا اللي عنده عم يتابع. لأنه لما نعمل هيدا الأمر التكفير والتوبة، ساعتها بيرتاح الرب وبيرجع بيفرح منا. هيدا هي ترجمة كل هيدا الامثلة اللي عطتها إياها. لأنه الرب يسوع لما نعمل أعمال توبة وأعمال تكفيرية بيرتاح، وخاصة من اللي عم يشوفه من كل هالعالم من مرارات عم يشوفها وعم يسمعها الرب يسوع. ما نزيد مرارته، الله يرضى عليكم. خلينا نزيد سعادة الرب بأفعالنا وأعمالنا وإيماننا وحبنا لإله، مش نزيد مرارته مثل ما عم يعمل باقي العالم. والله معك.